كله مثل الشفقة، أول ما جيت حالة البركة، طبقنا طابق على طبق. حياتي أختار حب حياتي يا فندم، أختار حب حياتي. أقول تاني، أختار حب حياتي، مش من برا مصر عشان البلد يوكا. واو 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 واو. ايه ده ايه ده؟ قطع. ايه يا عم هو ده السؤال؟ واحد ورا واحد. وانا اصلا شاب كحياء والله، ما عنديش حب حياة اصلا. هو لو لا 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 نرجع زحمة عشان نمشي. لا والله خش. ايوه يا عم حل الاربعة يا عم. لا يا عم والله العظيم وربنا. لا هي مرة نكدية. اه انا معاكي، بس هي حلوة برضو بنت بلد. تختار حب حياتك ولا حد من برا مصر؟ لا اختار حب حياتي طبعا. لا اختار حب حياتي، اختار حب حياتي يا فندم، اختار حب حياتي. اقول تاني، اختار حب حياتي، مش من برا مصر عشان البلد يوكا. اكيد واحده من برا مصر. مين حب حياتها؟ مفيش حب حياتها اصلا. وانا اصلا شاب كحياء والله، ما عنديش حب حياتي اصلا. من برا مصر طبعا. ليه بقى؟ ما صراحه ساعه الفرح زعلت قوي. لقيت احلى منها جوه مصر، احلى منها برا مصر. يعني انت اتجوزت؟ اه الحمد لله خلاص، وفركشنا كمان الحمد لله. ندمت يعني؟ اكيد طبعا. وتختار واحده من برا مصر؟ ايوه على الجواز. ايوه طبعا اكيد. لو في واحده من برا مصر هتتجوزها عادي؟ طبعا عادي، هو البلد يوكل بس عادي احلى يعني. لا اختار حب حياتي طبعا. اكيد طبعا. مش مصدقاك. لا اكيد طبعا اختار حب حياتي. اشمعنى بقى؟ عشان يعني انا بقى لنا 4 سنين مع بعض، اكيد مثلا مش هروح اتجوز واحده من بره. اكيد بقى لنا 4 سنين يعني. هتندم. لا اكيد مش هندم. هتندم. لا لا مش هندم، انا عارف ان انا مش هندم. لا اختار حب حياتي، اختار حب حياتي يا فندم، اختار حب حياتي. اقول تاني، اختار حب حياتي، مش من بره مصر عشان البلد يوكا. طب ليه بقى مش من بره مصر؟ عشان مصر احسن يعني، البنت بلد اللي بتفهم في الاصول احسن من الخواجه اللي انا مش عارف اتعامل معاهم. يعني هما مش احلى بره؟ هما احلى في النظام بس مش في الانسانيه ولا في مش في العيشه يعني بمعنى الصح. ومميزاتك في البنت المصريه ايه؟ ان هي بترضى بالقليل، دي حاجه. وان هي مثلا يعني اقول لحضرتك ان هي بنت اصول برضو، ان هي مش تقول لي شوف زوجتي جاب لي، شوف مش عارف ايه جاب لي، شوف مش زي بتوع بلد بره برضو يعني. لا بالعكس. بالعكس ايه؟ بالعكس انت هي مره نكديه. اه انا معاكي، بس هي حلوه برضو بنت بلد. لا بس بتطلب كتير. ما على حسب العيله اللي متربيه فيها برضو، على حسب البيئه اللي هي طالعه منها يعني. لو طالعه من بيئه نظيفه وامها بتسمع كلام ابوها، انا هي هتسمع كلامي. اكيد واحده من بره مصر. ليه اكيد بقى؟ عشان هو من روسيا اولا يعني، مش من هنا. ايوه هتعمل ايه بقى؟ ايه ليه مش مصري؟ ماليش، زهقت من المصريين عامة. زهقت؟ انت مجرب كتير. جرب؟ لا. كنت خاطب قبل كده مرة وفركشت يعني عادي. ندمت؟ كفاية. يبقى من بره مصر. اه اكيد. مين حب حياتها؟ مفيش حب حياتها اصلا. تختار ايه برضه؟ من مصر؟ اعتبر ان في حب حياتك، تختار ايه؟ حب حياتي لو في اصلا يعني، مفيش فعلا والله. يا ريت في. امال الدبله بتعمل ايه صح؟ وحياة ربنا من امي، قسما بالله من امي. ما فيش الكلام ده. وحياة ربنا بقى لها 5 سنين امي اللي شاريها. خلاص طالما حلفت مصدقينه. لا مفيش حب. وقسما بالله هو لو في حب مش كنت هشتغل عامة يعني. انا بضيع وقتي بالشغل. كده عشان تجهز نفسك للجواز؟ لا طبعا. لا طبعا. أبا بشتغل عشان اسلي نفسي، انما هو كده كده الجواز الفلوس موجوده، بس هو لازم نظبط دماغنا. لو في واحده مش هتشتغل مش تسلي نفسك يعني؟ اكيد مش بالظبط، مش بالظبط. بس انا الشغل بالنسبه لي اهم من الحب ومن الجواز عامه. تختار حب حياتك ولا واحده من بره مصر؟ ايه ده ايه ده؟ قطع. يا عم هو ده السؤال؟ قولي تاني بقى. تختار حب حياتك ولا واحده من بره مصر؟ وانا اصلا شاب كحياء والله، ما عنديش حب حياتي اصلا. بس تختار ايه برضه؟ اختار حب حياتي.
انا هتجوز ايطالية. مش حب حياة. لا عشان خاطر حوزة صاحبي. انا اختار مين؟ عشان 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 خاطر حوزة. حوزة ده اديني ده لحظة. حوزة ده شاب واحد صاحبي، شاب طموح، شاب بيحب الحياة، هيتجوز ايطالية لانها احسن من المصرية في الجمال. المصرية بنت ابو علي قال كده بالظبط.